وهنا أيضا تجدر الإشارة إلى أنه من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود، فإن هذه المرحلة من مسيرة عملنا المشترك تقتضي مشاركة أوسع وأكثر فعالية لكافة الأطراف المعنية من غير الدول، والتي أصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الدول، وفي مقدمتها القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها. وتأكيدا لذلك فقد حرصت مصر خلال الإعداد لهذا المؤتمر على التشاور مع هذه الأطراف وإشراكهم في كافة الأنشطة والفعاليات، سواء فيما يتعلق بمبادرات دولة الرئاسة أو بالأيام الموضوعية المختلفة على مدار المؤتمر، بل وأيضا في قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي تبدأ أعمالها غدا على مستوى رؤساء الدول والحكومات. سيدات والسادة، إنني أبدأ اليوم مسؤوليتي كرئيس للمؤتمر، لابد لي أن أدعوكم جميعا إلى وقفة للمصارحة حول حقيقتين لا مناص إلى إنكارهما، وهما أولا أن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، ما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية التفاوض. ثانيا أن الحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل المناخ تثير الكثير من الشواغل، إذ أن تعهد توفير $100 مليار سنويا لم يجد بعد سبيله إلى التنفيذ، كما أن أغلب ما يتوفر من تمويل يميل بطبيعته إلى خفض الانبعاثات على حساب جهود التكيف، فضلا عن اعتماد أغلب التمويل المتاح على القروض. وأظن أنكم تتفقون معي أننا لا نملك طرف الاستمرار على هذا النهج، بل يتحتم علينا تغيير مقترباتنا من التعامل مع هذا التحدي الوجودي، ويتعين علينا السعي بجد وإخلاص للاستماع والتعرف على شواغل الأطراف الأخرى وتفهمها، والعمل على الوصول إلى حلول توفيقية مقبولة تكفل تحقيق التقدم، وتؤكد بالدليل العملي ما دأبنا على المناداة به من ضرورة ألا نترك طرفا يتخلف عن الركب. رغم جملة التحديات التي نواجهها، إلا أن البشرية لا تزال أمامها الفرصة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، إذ ما توفرت الإرادة السياسية لذلك، وإذا ما استطعنا العمل سويا بشكل متسق ومتناغم.